السلام عليكم يا الحباب ومرحبا بكم. ان شاء الله دايما تكونوا بخير، ان شاء الله دايما ايامكم زينه. اليوم انا رايحين نديروا اون غوسيت انصومبل اللي هي الدجاج بالجبن، الدجاج بالفرماج. نعطيكم المقادير. هنا عندي دو زونيون، عندي 250 غرام تاع الفرماج رابي، المعدنوس، عندي 6 حبات الدجاج، الزيت قيس 3 كويار سوب تاع الزيت، الملح، الفلفل الكحل. والفلفل الكحل انا دائما ندي لو بوافر نوار اون غران، لو بوافر نوار اون غران ونرحيه سي ميو، خير من لو بوافر بلون. هذا لو بوافر نوار الى بلوس دو غو بلون، ما يكحش لا صوص. بصح نتوما عندكم الاختيار، نتوما كما تحبوا. هنا عندي le blanc de poulet. علاش خيرت انا لو بلون دو بولي؟ باسكو لو بلون دو بولي لي ميغر، اي ني با ترو غران. كما انا رايحين نديرو فلاصوص نتاع فلاصوص تاعنا، انا رايحين نديرو البيض وانا رايحين نديرو الفرماج، سا فيت ان بو لور. جي شوازي لو بلون دو بولي، ولي حب ديرو بالحم ديرو بالحم. وهنا عندي لا بوم دو تير قطعتها هكذا اون بتي اون بتي دي. فوالا انا رايحين نبداو لا غوسيت نتاعنا. ما نرمي الفلفل الكحل، باسكو لو كان نرمي الفلفل الكحل او ديبي راهو يحرق لي المرقه تاعي. نخلو الزيت تسخن شويه. بعد ما سخنت لي الزيت حنرمي هذاك لو بلون دو بولي. دائما نقليو على نار قويه توجور. ندير الملح، نخليه مدة 10 دقائق. ابخي 10 مينوت ما قليت الفم ديالي، راني عارفة ندير الفلفل الكحل. كيما قلت لكم دايما ندير الفلفل الكحل اون غران، الفلفل الكحل ماشي الفلفل الابيض، الى بليس دو بوي. دايما اون غران سي انكور ميو، سي ميور. يعني نعاود قرصة، دوكا نعمل البصل ديالي ونحرقو. انا راح نحرقو لمدة 10 دقايق، وما نقعدو غير نحرقو فيه باش هداك البصل يدوب ولي السوك تاع اللحم الكولي مع مع البصل، راه ما راحين يطرقوا كاع الماء تاعهم. بعد ما قليت كلش راني رايحه نعمل المعدنوس. ونعمل 1 لتر دو. لا راني رايحه نقص الفرن تاعي ويقعد يطيب على نار قليله. بعد ما الدجاج تاعنا راه يطيب نروح نقليو هذيك لا بوم دو تيغ. نكون دائما نشفها في طرشونه هكذا باش تطلق الماء هذيك، باش ما تترتقليش في الزيت. نجي نقلي لا بوم دو تيغ تاعي وما نملحش لا بوم دو تيغ، ونطيبها نطيبها شويه بيضاء باش نرميها في الفرن بعد تجي تتحمر. وجامي ندير الملح في الفكيت نتاوعي ولا في لا بوم دو تيغ، ما نديرش الملح باسكو راه رايحين نشربو بزاف. هلا بعد ما طابنا الدجاج نتاعنا انا رايحين نحيوه. يا سخون نخلو لاصوص نتاعنا تتجمر شويه، وانا رايحين نخليوه الدجاج نتاعنا يبرد ومن بعدك نفتوه. فوالا بعد ما البلون دو بولي تاعنا راهو طاب، قلينا لا بوم دو تيغ نتاعنا، انا رايحين نقطعو هاد لو بلون دو بولي.
نقطعوه فريمون اون بتي دي. انا رايحين نحضروا لو بلا تاعنا لو بلا او فور كاع واش طيبنا. رانا رايحين نطيبوه في الفور. اون بروميي نبدا ندير لو فروماج ديالي من تحت. ندير لو بولي la pomme de terre, on a mis la chouillette à la sauce, ma début, best job. ما تجيناش ناشفه. ونعاود ندير لي كوش نتاعنا تاع البلون دو بولي حتى نكمل. جو فيني هذاك لو بولي. انا رايحين نديرو البيض نتاعنا. فرماج نقدروا من نديرو لو فروماج فاش كيري ندخلوه لداخل. على هذا قلت لكم مع الاول ما نطيبوش بزاف لا بوم دو تيغ تاعنا في القليان. ندير لها شويه تاع لا شابلور ماشي بزاف باش تجينا دوري. Un chapelure nature. Dédoul hachouya ta juste tip, c'est la noix de miscade, le forkberg. Tbennel. Un dédoul hachouya ta filfil le khen. Ajel benna. Un aoutou narmioulha. La sauce n'taha. وخلينا شويه لاصوص في القدره. باش ما تنشف لناش في الفوغ. انا رايحين نديروها في الفوغ 160 دغري بور 20 مينوت. بس كل شو طيب فيها غير باش تتحمر من الفوغ. فوالا لو بلا تاعنا راه واجد وراه حاضر. ورانا رايحين ندوزو للطبق التقديم ديالو لا بريزونطاسيون دو نوتر بلا. Voilà, on arrive à la fin de notre préparation, les rois, judge bleu formage, coule chara au taïeb. Voilà. Inch'Allah, tu had le plat, Inch'Allah, il kun ajibkom, diro, il habbo, il kbar ou sgar, surtout dirari sgar, il habbo, parce qu'il y a la pomme de terre, l'inaha fizzit. Le fromage aussi est gratiné, mais le fromage râpé
et de la chapelure. وعندنا هكذا اون بتيت صوص اللي يحب يزيد يدير لاصوص من الفوق. هلا يحب يزيد يدير لاصوص من الفوق. نقولكم شهية طيبة بصحتكم وبصحتنا. يا لا بروشين فيديو نقولكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم.